السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناة حلويات أسماء. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم وصفة ديال بريوش بالكريمة أو تارت تروبيزيان. طريقة مبسطة جدا، كيجي ناجح 100%، بنين بنين بزاف، كيجي كذلك إسفنجي ورطب بحال إلا كتاكلو شي هكا طورطة ولا حلوة بلا كريم خفيف كذلك، وطريقة سهلة جدا وسريعة. كنتمنى الوصفة ديال اليوم تنال إعجابكم وفرجة ممتعة. اذا على بركه الله، بالنسبه للمقادير ديال العجين غادي نحتاجو 350 غرام ديال دقيق ابيض، غادي نحتاجو شويه ديال الملحه، عندي كذلك هنا حبه واحده ديال البيض، عندي 50 غرام ديال الزبده او 2 ديال الملاعق كبار مع مريش، 50 غرام ديال السكر الخشن او 3 ديال الملاعق كبار، عندي الحليب العجن من بعد غادي نقول لكم شحال استعملت بالضبط. غادي نحتاج ملعقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، مع انه الجو بارد، اذا كان الجو دافي غير نص معلقه كافيه. وغادي نحتاج الفاني. بالنسبه للمكونات ديال الكريمه، غادي نحتاج هنا كريم باتيسير او بودره الكريم باتيسير بنكهه ديال الحامض، اذا ما توفرتش هذه تقدروا ديروا الاخرى العاديه وتزيدوا النكهه ديال الحامض او القشره ديال الحامض. عندي ملعقه كبيره ديال الزبده، عندي 250 مليلتر ديال الحليب يكون عادي، غادي نستعملو مع الكريم باتيسير، وهنا 200 او عفوا 300 غرام ديال الكريمه ديال الخفق او الكريمه اللي غادي نطلعوها على شكل شونتي، وكذلك واحد جوج ديال الملاعق كبار ديال السكر او على حسب الذوق غادي نضيفوها الكريم باتيسير. والكريمه اللي استعملت انا ديال الخفق فيها السكر، ما نحتاجش نضيف لها. فهنا بالنسبه للطريقه غادي نبداو بالتحضير ديال العجين، غادي نوضع الملحه، البيض، السكر، خميره ديال الخبز، وداك الفاني، وصافي غادي نبدا نعجن بالحليب الكافي. فانا بديت بكاس الا ربع، ومن بعد بقيت كنضيف شويه بشويه حتى حصلت على القوام المناسب. الكميه اللي استعملت ديال الحليب بالضبط 150 مليلتر، ودائما كيف ما كنقول لكم عينكم ميزانكم. فانا كنستعمل العجينه كيف ما كتشوفوا، غادي نعجن العجين ديالي جيدا. دائما يمكن لكم تعجنوا بيديكم، ما كاين حتى شي مشكل، هنا غير العجينه خاصها تكون شويه مطلوقه. فغادي نخليها تعجن تقريبا واحد 5 ديال الدقائق، ومن بعد كنبدا كنضيف لها ديك الزبده هكا على شكل قطع حتى غادي نسالي الكميه كلها وتعجن عندي العجين مزيان، وغادي نحبس. هنا خليت العجين ديالي يتعجن، وغادي نمشي باش نربح الوقت نوجد الكريم باتيسير اللي ما فيهاش البيض. فكناخذ هذيك 250 مليلتر او الرابعه ديال الحليب، كنزيد عليها جوج ديال الملاعق كبار عامرين ونص ديال بودره الكريم باتيسير، غادي نزيد كذلك السكر على حسب الذوق، انا استعملت جوج ديال الملاعق كبار، وغادي نخلط كلشي مزيان. وهاد الكريمه غادي نضحها على النار مع التحريك حتى غادي تعقد. فهاد الكريمه خاصها تكون ثقيله شويه لاننا ما غاديش نستعملوا الجيلاتين بالنسبه للكريم ديبلومات. من بعد غادي نخلطوا هاد الكريم باتيسير مع الكريم شونتيي، فبغيناها تكون ثقيله. هنا ملي كتوجد كنزيد عليها الزبده وكنحرك حتى غادي تذوب تماما، وكيف ما العاده كنوضعوا واحد بلاستيك غذائي اللي كنلاصقوها معاه باش مع الكريمه باش ما ديرش القشره من الفوق، ونخليوها تتبرد تماما. العجينة ديالي صافي هي تعجنات، هذا هو القوام ديالها كيف ما كتشوفوا، كتلصق بزاف. غادي نغطي عليها ونخليها تتخمر مزيان وتضاعف الحجم ديالها، وكيف ما العاده كنرش سطح العمل كميه ديال الدقيق وكنفرغها فوق منه. غادي نحاول انني نشكلها على شكل كره ونخليها غير فوق من سطح العمل، نغطيها بلاستيك غذائي وواحد المنديل ونخليها ترتاح مده ديال 15 دقيقه تقريبا، وعاد كنسرحها او كنطلقها. صافي هنا العجينه ديالي من بعد ما ارتاحت، غادي نحاول انني نبسطها باستعمال ديال الدلاك، ودائما وانا كنرش الدقيق اذا احتاجت. بالنسبه للسمك غادي تلاحظوا معايا السمك اللي غادي ندير، فهي مازال غادي تنفخ في الفران او غادي تخمر، ما نديروهاش غليظه بزاف ولا رقيقه كذلك في نفس الوقت. حاولوا اننا نقادوها قد الامكان بواحد الشكل اللي يكون دائري يعني مقاد، وغادي نهزها بالاستعمال ديال الدلاك، وغادي نوضعها في اللاطه ديال الفران
من الاحسن تكون فرشه بالورق ديال الطهي وصافي، غادي نخليها في مكان دافئ حتى غادي تخمر مزيان. انا بما ان الجو بارد بزاف فكنسخن الفران شويه، كنطفي عليه وكندخل المعجنات ديالي حتى غادي يخمروا بسرعه. صافي، هنا غادي نمشي نوجد لاكريم في الوقت اللي كتخمر ليا فيه العجينه. هنا كنطلع الكريمه السائله ديالي على شكل شونتيي، غادي نطلعها على اعلى سرعه موجوده عندي، تقريبا واحد 5 حتى 8 ديال الدقائق. المهم حتى غادي تعقد مزيان بهذا الشكل كما تشوفوا، يعني شحال ما طربناها شحال ما طاتنا قوام تماسك اكثر. غادي نرجع عند الكريم باتيسير اللي بالحامض اللي وجدت سابقا، بعد ما بردات كيف ما كتلاحظوا كتولي قاسحه، غادي نطربوها الاول حتى غادي تولي ناعمه، وعاد كنزيدوا عليها الكريم شونتيي باش هكا ما كيبقاوش فيها دوك الحبيبات. صافي، هنا الكريم باتيسير ديالي ولات ناعمه كيف ما كتشوفوا. غادي نبدا الان نضيف عليها الكريم شونتيي شويه بشويه او تقريبا على 3 ديال المراحل، وانا كنخلط حتى غادي ينسجموا ليا مع بعضياتهم. بهكا كنحصل على كريم ديبلومات بالنكهه ديال الحامض وبلا استعمال الجيلاتين، كتجي عاقده وواقفه مزيان. يمكن لكم تستعملوها في اي نوع ديال الحلويات، في التورتات، في الميلفاي، كتجي لذيذه بزاف حسن من الاستعمال ديال الكريم شونتيي بوحدها. غادي نستمر بحال هذا الشكل هذا وغادي نتلقاو باش نشوفوا التتمه. من بعد ما خمرات ليا ديك الخبزه ديال البريوش كنحيد عليها البلاستيك، غادي نحاول انني ندهنها غير بشويه هكا بيضه كامله، ما ضفت عليها حتى شي حاجه. وفي هذا الاثناء نكون شاعله الفران ديالي سخن، اذا كان الفران ديال الكهرباء دائما شعلوا ليه 10 ديال الدقائق من قبل، الفران ديال الغاز غير 5 ديال الدقائق كافيه، النار من الاسفل فقط. واذا كان الفران ديالكم كيشعل الفوق والتحت في نفس الوقت يعني ديال الكهرباء، غادي تدخلوها للاسفل باش هكا ما تحمرش قبل ما تطيب من التحت. كنطيبوها لدرجه حراره 160 تقريبا، واذا كان الفرن ديال الغاز دائما واحد النار اللي تكون مهيله حتى غادي تطيب وتحمر لنا مزيان. وهذا هو الشكل ديالها ملي كنخرجها وكنخليها تبرد تماما. كيف ما كتلاحظوا هنا بالنسبه لهاد الفقاعات، حاولوا انكم يعني تحيدوهم او ترتقوهم قبل ما تدخلوا البريوش ديالكم يطيب، باش ما يجيكمش بحال هكا كيتنفخوا وكيتحرقوا. كنخليوها تتبرد 100% يعني تكون بارده تماما، وعاد كنقسموها هكا في الوسط بالاستعمال ديال موس ديال المنشار اذا توفر. هنا كيكون موجوده واحد السيرو عادي فيه غير الماء والسكر والحامض، وكنحاول انني يعني نسقيها الطبقه ديال البريوش كذلك الطبقه اللي غادي تكون من الفوق كنسقيها. هاد السيرو هذا كيبقى اختياري، ولكن باش هكا يجينا البريوش يعني فاز ورطب. غادي نزين او غادي نعمر عفوا بالكريمه اللي حضرت سابقا كيف ما كتشوفوا بهالاستعمال ديال جيب حلواني. كنحاول انني نزها بشكل مقاد ومتساوي، ومن بعد غادي نقادها ونسرحها مزيان وكنوضع الطبقه اللي كتكون من الفوق، نضغط عليها شويه باش تثبت فيها الكريمه مزيان. وغادي ندهن الوجه بالناباج، غادي نرش كذلك رقائق اللوز محمرين، واخيرا غادي نرش شويه ديال سكر كلاصي وصافي. من الاحسن تخليوها ترتاح تقريبا واحد جوج ديال السوايع في الثلاجه وعاد تستهلكوها باش هكا داك البريوش يتشرب الكريمه، وكتقدموها بالصحه والراحه. هذه هي النتيجه النهائيه ديال طارت تروبيزيان ديالنا اللي كتجي فعلا فعلا لذيذه بزاف ورائعه، صدقوني اذا جربتوها ان شاء الله غادي تعجبكم. كذلك بريوش اللي كيجي ممتاز، تقدروا حتى الا ما بغيتوش تعمروا بالكريمات تصاوبوا هكا يعني فردي ولا هكا كويرات، كيجي رطب بزاف واسفنجي. وصافي، كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم، ونتمنى انكم تجربوها اذا عجبتكم. ما تنساوش كما العاده ديروا جيم، شاركوا بالقناه وادام فعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد التالي من الوصفات. ما تبخلوش عليا بالتعليق ديالكم ورايكم وايضا اقتراحاتكم اللي كتهمني دائما. شكرا بزاف للمتابعه،
نتلقى فيديو جديد إن شاء الله.